ما زال جمهور السوشيال ميديا قادر على إبهارنا بردود فعل غير المتوقعة، غير المنطقية أحياناً. قبل أيام فجع العالم بحدث تفجير إرهابي في تونس أمام مقر السفارة الأمريكية، راح ضحيته رجل أمن وأصيب 5 آخرون، وأظهرت الصور دماء متناثرة وأشلاء وسيارات إسعاف وفوضى عمت موقع الحادث. أمام هذه الكارثة الإنسانية التي راح ضحيتها أرواح بريئة، انفجرت قنبلة مغايرة على السوشيال ميديا التونسية. فجأة تحولت المراسلة التي تغطي الحادث وأصبحت هي الحدث، وبدون أي تفسير منطقي انفجرت قنبلة تنمر ضد فدوى شطور مراسلة التلفزيون التونسي، والتي هرعت لتلبي نداء الواجب التزاما بمهمتها في أوقات الأزمات بنقل الصورة للمشاهد مباشرة كما نفعل نحن الآن. وسط هذه الفوضى فدوى شطور لم تهتم بمظهرها، فهي تغطي حادث انفجار إرهابي جاء في حين غفلة. نشاهد هنا أكيد مسألة بعض الأشلاء للإرهابي خاصة الذي قام بتفجير نفسه، محاولة من الشرطة أنه الصحفيين خاصة وربما حتى المواطنين الذين واكبوا العملية أن يكونوا بمعزل، أن يكونوا بعيدين بعض الشيء حتى يتم رفع الأدلة بيسر. السيد الناطق الرسمي باسم قطب مكافحة الإرهاب سفيان السليتي كان هنا حاضرا، وننتظر ربما تصريح منه بخصوص. ولأن جمهور السوشيال ميديا كما قلنا غير متوقع، ظهر من بين نفس الجمهور الذي سخر من المراسلة فدوى شطور، ظهر على الجهة الأخرى حملة لدعمها تحت هاشتاج هاو وجهي. تدعو الحملة النساء والفتيات من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية التي يستخدمن الفضاء الرقمي إلى نشر صورهن دون مساحيق التجميل، في إشارة إلى أنها لا يمكن أن تكون ضمن العوامل المحددة لهوية النساء. الحملة التي أطلقها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكرياتيف، وظهرت التعليقات كثيرة وتفاعلت مع الحملة مثل وجوهنا هي روحنا، ليست واجهة محل وليست للبيع ولا الشراء، نزينها أو نبقيها كما هي، يتعلق الأمر بنا. نشاهد كيف استجابت النساء لحملة هاو وجهي. نتابع. حملة هاو وجهي لم تكمل ال 24 ساعة منذ انطلاقها وتحولت لترند على السوشيال ميديا، بل وتخطت حدود المحلية لتصبح حملة عربية تؤكد أن قيمة المرأة ودورها في المجتمع لا يعتمد على شكلها ولا على مساحيق التجميل. نتابع.